فمتى ستنطق؟ متى ستكون هذه المؤسسة الدولية تقف عند مسؤولياتها حين يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ يعني هي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لنقول له لماذا هذا الصمت في اليوم 23 على ما يجري من انتهاكات بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية؟ هذه المؤسسة الدولية يجب أن يكون لها كلمة وتخرج عن صمتها وأن تكون منحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. الوضع في غاية السوء وإدارة السجون ما زالت ممعنة في إجراءاتها القمعية بحق المدربين في إطار عمليات نقل يعني ترهق الأسرى، يعني نقلهم من سجن إلى سجن وفي داخل السجن من قسم إلى قسم، وعمليات تفتيش لإنسان مضرب منذ 23 يوم. هذا شيء مرهق، شيء متعب، شيء مهلك. واضح أن إدارة السجون حتى الآن تتصرف على أساس يعني استراتيجيتها التي تبنتها من البداية لكسر الإضراب وليس للتوصل لصيغة التفاهم. حتى الآن لا يرتقي لمستوى أن الأسرى بدأوا يدخلون في خطر، لذلك كانت هناك مطالبات واضحة بتحرك رسمي جدي فلسطيني على هذا المستوى حتى نقصر مدة الإضراب بإنجاز مطالب أبطال معركة الكرم. يا أسرانا ما بن هادٍ